الهضبة وبرج الحوت. للشهرة ضريبة كبيرة يدفعها الفنان في كل مرة يظهر فيها في لقاء أو مقابلة أو حتى صورة، فجمهوره لطالما يحاول معرفة كل أخباره الجديدة وخصوصا العاطفية. وفي حلقة اليوم الأمر متعلق بمحبوب الجماهير الهضبة عمرو دياب، لذا تابعونا. إذا كانت المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. مع صدور ألبوم الفنان عمرو دياب الأخير معدي الناس، ظهرت شائعات ارتباطه بالفنانة دينا الشربيني بسبب ذكره لبرج الحوت وهو نفس برج الفنانة دينا. ولكن ومع ترشح مصر لمونديال كأس العالم أثيرت حالة جديدة من الجدل بعد انتشار صورة للنجم عمرو دياب وهو يحتفل بتأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018، وظهر في الصورة وهو يحمل علم مصر مع أحد الأصدقاء في فندق فور سيزون في القاهرة. وفي الوقت نفسه نشرت الفنانة دينا الشربيني صورة لها وهي تحتفل في نفس الفندق، وتأكد عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من وجود الثنائي معا ليلة أمس في الفندق نفسه من خلال خلفية صورتيهما. فخلفية صورة الهضبة والشربيني بيّنت أنهما في الفندق نفسه. في السياق نفسه نشرت الفنانة عبير صبري عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك صورة للنجم المصري والشربيني يحملان علم مصر، وعلقت قائلة: أجمل صورة، الهضبة وبرج الحوت أكثر صورة حبيتها. وكان الهضبة هنأ منتخب مصر بعد فوزه على الكونغو، ونشر صورة تجمعه بأصدقائه عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، وكتب عليها: الفرحة الليلة، مبروك لمصر. وتسببت هذه الصور في تجدد الجدل بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني التي لا تزال الشكوك تحيطها بسبب عدم تعليق أي منهما عليها بشكل صريح حتى الآن. لا تنسوا متابعة قناة قصة حياة المشاهير ليصلكم كل جديد. تابع أسرار النجوم واشترك معنا في قناة قصة حياة المشاهير.